دلوقتي عمر. السلام عليكم. حد هنا بيشتغل؟ بتشتغل فين؟ في بنك. حد هنا بيشتغل في السياحة؟ بيشتغل في السياحة قبل كده؟ طيب انا اترفدت كتير قوي في السياحة. اشتغلت كتير جدا في السياحة واترفدت كتير جدا في السياحة. بس انا اول مرة اشتغلت خالص اشتغلت في سايبر كده جنب البيت ايام ثانوية عامة. كنت محتاج بقى اصرف ويبقى معايا فلوس وبتاع، فاشتغلت شيفت 12 ساعة ب 300 جنيه في الشهر. اترفدت بعد 9 ايام تقريبا لاني ضربت صاحب الشغل عشان كان قعدني 17 ساعة شغل. كان 300 جنيه. خدت كام حق ايه؟ انا كنت هتحبس. فرمت الراجل. المهم ان انا الراجل قال لي انت هتقعد ساعه زياده بعد الشغل. كان شغلي من 7 الصبح ل 7 المغرب. جت الساعه 8 قال لي هتقعد ساعه زياده عشان صاحبك اللي بيغير معاك لسه ما جاش ومش عارف ايه. الساعه جت لحد الساعه 11. انا كل ده قعدت في الشغل، عندي مثلا 17 سنه اول مره اشتغل بقى فما فيش الخبره دي. كلمت الحاج الله يرحمه يعني، يا حاج انا حصل معايا كذا 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 كذا. فالراجل بقى بيفضفض معايا ابويا يعني، راح قال لي لا 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 دي قله ادب وبتاع، ازاي ده الراجل ده بيهرج وبتاع. خلاص اوكي، المفروض ان الراجل بيفضفض معايا. دخلت مكتب صاحب الشغل قلت له انت راجل مش محترم واللي بيحصل ده تهريج. فده كانت اول مره رفض ليها طعم خالص يعني. تاني مره اشتغلت بقى دخلت كليه سياحه وفنادق، انا خريج كليه سياحه وفنادق. قربت بقى على عذاب يعني. قابلني واحد من الناس بتوع الاسر دول اللي هم ازاي حضرتك عامل ايه وبتاع، قال لي انت لازم عشان تشد وتبقى قوي في المجال لازم تشتغل الاول وتاخد خبره وكده. خلاص اوكي، نزلت دورت على شغل. اشتغلت في تكه الهرم اللي في شارع التعاون اللي في محطه التعاون في الهرم. اشتغلت 4 ايام. اول يوم قال لي انت باك اريا. باك اريا دي اللي هو بتقف على الحوض تغسل كوبايات وتلمع اطباق وكده. ستيور. انا عرفت ستيور دي في تاني مطعم اترفدت منه، اول ما كنتش لسه عارف كان باك اريا. فوقفت اول يوم تاني يوم تالت يوم كل ده باك اريا. رابع يوم قررت اخد موقف، دخلت للسوبرفايزر قلت له حضرتك انا في كليه سياحه فنادق ومحتاج اخد خبره. فطلعني الصاله وكده. قال لي لا مش هينفع تطلع الصاله ومن هنا لهنا. انا مقنع جدا، اقنعته على مسؤوليته الشخصيه. طلعت قال لي شايف ترابيزه واحد قاعد عليها ست؟ قلت له اه شايف. قال لي هتروح ترفع طبق المين كورس الطبق الاساسي بس خلاص. فانا مرتبك جدا طالع انت كانك رايح تتعدم، اول مره تطلع الصاله دي رعب. طلعت شلت الطبق ورحت ست مكلماني قالت لي ممكن تشيل طبق الترشي معاك؟ فشلت الطبق. قالت لي لا سيبه. فجيت اسيبه الراجل ندهلي، الطبق طار نزل على وش الست. حلو. هي مش دي المشكله على فكره خالص يعني، ده طبيعي ان ممكن انت اول مره بتشتغل بتوقع حاجه. المشكله كلها ان الناس الطبيعيه بتعتذر. انا جالي هستيري الضحك، انا قعدت اضحك هستيري الضحك والله. والست كانت مش مصريه، فهي بالنقاب كده ومش مصريه خليجيه، فهي عماله تزعق ومش عارف ايه وانت مع محترم وانا هيستري الضحك ده. الموضوع انتهى ان انا اترفدت والسوبرفايزر ده خد جزء اداري 3 ايام. الجزء الاداري ده ما بيتشالش من السي في. حلو. تاني مره اشتغلت رحت اشتغلت في مكان اسمه كوفي بين في شارع 9 في المعادي، لو حد من المعادي هيبقى عارفه يعني. كان بيشتغل معايا. رحت اشتغلت، ده اشتغلت اسبوعين في الاول ما كانش في مشاكل خالص. وبعد كده وانا طالع المفروض بصوا في باب في المطبخ كده بيبقى فيه الحوض، انا طالع شايل كوبايات كازابلانكا. كازابلانكا دي كوبايه غاليه جدا، انا شايل 22 كوبايه على تري صينيه اسمها تري كده، شايل عليها 22 كوبايه. باب المطبخ بيتفتح كده وانت بتطلع وبتسيب الباب يتقفل، طبعا مفيش الكلام ده مفيش مخ. انا فتحت الباب كده طلعت لقيت كرتات وشورتات وعيد ميلاد بنات وبتاع، فوقفت عملت كده ونسيت الباب ورا. فالباب جه رجع خبطني في ظهري، التري طارد، 22 كوبايه اتكسروا. فاترفدت. بس المره دي قررت اتنازل عن كبريائي بقى وبتاع، هتقول للراجل ده انا غلبان وهصرف منين وابوس ايدك وعشان خاطري ومش عارف ايه. فقرر يخليني في الشغل وخليني على الباريستا اللي هي المكنه اللي بتعمل عليها الاسبريسو والكابتشينو والحاجات دي. قال لي هتقف تساعد الراجل. حلو. على فكره الحاجات دي بجد حصلت، انا فعلا ده السي في بتاعي يعني، انا حاليا بشتغل بسبب ده بجد السي في. اشتغلت في الباريستا دي مع واحد اسمه عمرو ده كان شاطر جدا، كان بيعلمني فتشد تفك الهاند كده وتحط وتسحب شطات كده وجميل جدا. جه في مره قال لي في النهارده زياره، الاونر جاي والاوبريشن وكل بقى والاريا مانجرز صباح الفل يعني. وهو فضل واقف خلاص انا خلصت اخر حته
لسه سي في طويل. طيب هي اللي حصل ببساطه ان هو دخل الحمام عمرو ده وقال لي ما لو جاي اوردر ما تعملش اي حاجه. فضلت واقف. دخل الاونر والاوبريشن. فالاونر مش مصري, قال لي I'd like to have one cappuccino. فالرد انا, قال لي انت الاوبريشن عملت الكابتشينو. في حاجه اسمها كراف, الكراف ده كوز بتحط فيه لبن بتسخن فيه. انا واقف بعمل اللبن وهم دخلوا شايكوا على نظافه البار. فانا ارتبكت جدا وابتديت اترعش. وبعد كده المفروض انت بتقفل الحاجه اللي بتطلع الحاجه اسمها الستيم. فانا فتحته وما قفلتوش, قعدت افتحه واللبن ابتدى يسخن جدا فابتدى يفور على ايديا. فده شيء مؤلم جدا. فرحت منزل الكوز فالهواء ضرب في اللبن طار على وش انا والاوبريشن والاونر. ودي كانت اول مره في حياتي امضي على استقال, امضي على استقالتي ما ترفتش يعني, اجبروني امضي على استقالتي. شكرا. ده كان عمر.